والقمة في دورته 28 المنعقدة في الأردن. أجرى رئيس الجمهورية على هامش القمة استقبالات مع عدد من رؤساء الهيئات الدولية والإقليمية وبعض رؤساء الوفود العربية المشاركة في القمة. استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز صباح اليوم على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 28 بالبحر الميت بعمان، استقبل الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريز الذي يمثل المنظومة الأممية في هذه القمة. جرى خلال اللقاء استعراض الوضع الأمني في العالم وسبل الحد من النزاعات والتوتر في إفريقيا والعالم العربي. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز صباح اليوم على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي السيد موسى فكي الذي يمثل الاتحاد الإفريقي في هذه القمة. وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون بين إفريقيا والعالم العربي وتسريع وتيرة التنسيق والتشاور بين الفضائين حول القضايا التي تهم العرب وإفريقيا. واستقبل رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز كذلك صباح اليوم على هامش مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية رئيس مجلس الأمة الجزائري السيد عبد القادر بن صالح الذي يمثل بلاده في هذه القمة. وتطرق اللقاء لاستعراض سبل تعزيز التعاون بين موريتانيا والجزائر وبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز صباح اليوم على هامش مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 28 صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية المبعوث الخاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان لهذه القمة. وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتقوية عرى التعاون بين موريتانيا وعمان. خلال خطابه أمام الدورة الثانية